احنا عندنا مهام، زي ما احتشدنا هنا لابد ان احنا نحتشد امام صناديق الانتخابات حتى يعلم العالم اجمع ان جميع المصريين تصطف خلف القيادة الوطنية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل اللي هتمناه من حضراتكم ان احنا يكون عندنا انتفاضة ديمقراطية صريحة وبحق ننزل يوم 10 و11 و12. انا هطلب طلب واحد لحضراتكم، كل السادة الحضور الحشود اللي جايين بإرادتهم الكاملة، كل الحضور جايين بإرادتهم الكاملة عشان النهاردة ورا مرشحهم بيقولوا لمحافظة الغربية، ده مجموعة مش كل الغربية، ولكن بقول لحضراتكم إن شاء الله اللي نازل يوم 10 و11 و12 للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفع علم مصر ويرفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. لازم نشوف، وانت بتدي صوتك، صوتك ده أمانة هتحاسب عليها. لازم تشوف السيرة الذاتية للشخص اللي انت راح تدي له صوتك. النهاردة عندنا مرشح السيد عبد الفتاح السيسي، شخص ناصع البيض، لمس الخلق، أدى خدمات لم تؤدي من قبل. النهاردة احنا كلنا اسمنا مش حملة السيد عبد الفتاح السيسي، احنا حملة رد الجميل للسيد عبد الفتاح السيسي. انزل واختار، اختار اللي حب المرأة نصب عينيه، اللي قال عظيمات مصر. الوحيد اللي قال عظيمات مصر اهتم بالمرأة. عام 2017 كان عام المرأة، المبادرات الكثيرة التي تخص المرأة. لا خوف على مصر ما دام على سدتها رجل وطني مقدام يسمى عبد الفتاح السيسي. وكأني أقتبس كلمة من ابن الأصغر عندما قال بيتا فيه كل الشعب ينادي السيسي قائد لبلادي. إن هذا الحضور الرائع إنما هو اصطفاف من أجل الوطن. إن ذهابنا إلى صناديق الاقتراع بكثافة عالية إنما قبل أن يكون تصويتا للرئيس السيسي، إنما هو دعم للوطن، إنما هو دعم للأمن القومي المصري.